زمان كان البياعين بيلفوا في الشوارع ينادوا على بضاعتهم اللي بيبيعوها، وأغلب البياعين كانوا بيمروا الصبح وبدري كمان، وأغلب الحاجات اللي كانوا بيبيعوها كانت أكلات، وكل حاجة كان ليها نادهة مميزة. بياع الفول كان يمر يقول إيه؟ على الله. بياع العرق سوس كان يقول العرق سوس شفاء وخمير، العرق سوس كده يعني. محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير ليه تسجيل مشهور بيقلد ندهة كل بياع، لأن الندهات دي كانت أنغام، والله العظيم كانت أنغام وجزء كبير منها فولكلور. من الندهات المميزة بقى مثلا ورق العنب الصباحي. طب ورق العنب عارفينه، إنما إيه الصباحي دي؟ الصباحي علشان الراجل عايز يقول لنا إنه طازة، لسه أطفو من شوية، مش مركون ولا بايت، وكان بيبقى عادة صادق، لأن الراجل ده غالباً كان بيبقى فلاح أو بيتعامل مباشرة مع فلاح، يروح الغيط يقطف ويجي ويخلص اللي قطفه. ورق العنب محشي، وإحنا نموت في المحشي، إحنا في مصر بعون الله نحشي أياته حاجة، أي حاجة قدامك تقوم دبب فيها شوية رز بقت محشي. ورق العنب بالذات انتشر في المنطقة كلها عن طريق العثمانية، بس اسمه اختلف من بلد لبلد. إحنا بقى في مصر سميناه اسمه الطبيعي ورق العنب. يختلف ورق العنب عن بقية المحاشي في كذا حاجة بقى. أولاً هو من المقبلات أكتر منه وجبة رئيسية، مش زي كرنب مثلاً، لا مؤاخذة الكرنب ده قيمة وسيمة. ثانياً ينفع يتاكل سخن ويمشي برضو بارد، وممكن تعمله بالسمن أو بالزيت، وممكن بأخف أنواع الزيوت كمان، وممكن كمان الحشو ما يبقاش رز، ممكن مثلا تحشي خضار، احنا ملناش دعوه بالحاجات دي، احنا بتوع الرز، يعني احنا بنحشي مثلا رز باللحمه المفرومه او رز قرديحي. ورق العنب بقى ياخد جايزه اخف محشي ممكن تاكله عن جداره. هو يمكن مشكله ورق العنب انه بياخد وقت كتير في لفه، هو طريقته مش صعبه يعني، انما بيعلم الصبر وطوله البال. امهاتنا واجدادنا ما كانش عندهم مشكلة قوي يعني، قاهم كده كده قاعدين في البيت بيعملوا شغل البيت، تنظيف وكنس وطبخ، وكانت أكتر من ست بتشترك في عمل الأكل، فكان ورق العنب ده بيتعمل على طول ما بينقطعش، البيوت فيها حلل ورق عنب ملفوف وني ومستني الطبيخ. لما الستات خرجوا للشغل ومهمتهم جوه البيت كمان زادت، ده بعد بقى ما انضافت عليها حاجات ما كانتش في الجدول، وأهمها طبعاً المذاكرة للعيال اللي ما كانتش بتحصل زمان خالص، وبقت كل ست بتشيل البيت لوحدها، قل بند ورق العنب من المانيو، وبقينا أكتر بناكله في المطعم، وارتبط قوي بالخروجات ووجبات العشاء، على اعتبار يعني إنه محدش هيطلب محشي فلفل مثلاً وهو خارج في سهرة. عشان كده ظهر اختراع مكنة اللف، لف ورق العنب، محدش يفهمني غلط، وبقت منتشرة في البيوت، في مكان لف تاني ملناش دعوة بيه. المكنة دي بقت بتحاول تنقذ ما يمكن إنقاذه. مكنة اللف دي بقى بتطلع الورق مظبوط جدا، مظبوط قوي، ودي حاجة الحقيقة مش لطيفة قوي، عشان بتحرمنا من لفة الست المحترفة. ما هي في ستات تعمل ورق العنب ده اللف قد دوت القز كده في رفعها، وفي ستات تحب تعمل صباع المحشي مجعلص كده ومبقلل من كل ناحية، وبرضه بيبقى طعم جدا. يعني الست ليها بصمتها وليها لمستها الخبيرة على كل صباع، إنما في النهاية أهل المكنة بتأدي الغرض، أهو أحسن من بلاش. في بقى ستات بتعمل حاجة تانية، وهي إنها تشتغل لفافة، تلف ورق العنب في البيت وتحشيه وتروح تبيعه ملفوف وجاهز. دول بقى اللي بنشوفهم قريبين من الأشغال اللي بيكتر فيها الستات الموظفات. الست اللفافة دي بقى بقت بديل البياع اللي كان بينده زمان الصبح ويقول ورق العنب الصباحي، بس من غير الندهة اللي هي المميزة بتاعته. محدش دلوقتي عاد بينده، إنما الستات دي كلها حلت مشكلة أهم بكتير من مشاكل السياسة الدولية بالنسبة لست البيت. يعني طبعا ست البيت الدنيا تضرب تقلب مش مهم، لكن اللي معاها محشي ملفوف دي بالنسبة لها جوهرة مكنونة. ورق العنب
أساسي في رمضان. يا سلام على ورق العنب ده، بالهنا والشفا ويدوم العز.